الرحمن الرحيم. كما تشوفوا جول الساكنه ديال الدوار ديال زطوطن غاضبه من تتفاعل بطريقه تلقائيه وغاضبه من جراء الاضرار التي لحقت الاجهزه المنزليه ديالهم، وكذلك من الطريقه التي تتعامل بها رئيس الجامعه بصفته المسؤول عن البنيه التحتيه للمنطقه، وكذلك اصلاح المعدات التي تتعلق بالكهرباء وكذلك الاكليراج ديال الزنقه. ولكن في حين منين كيستنجدوا به الساكنه تيدور فيهم وكيقول لهم كلام لا يليق بالمستوى ديال رئيس الجامعه. والمهم اللي كان سميتو لهم تنحاولوا الناس جوج الساكنه هضروا على المشكل، وكان في حين الا ما استجبش الرئيس ديال الجامعه والمسؤولين للنداء ديال سميتو غادي نحاولوا نصعدوا ونحاولوا نديروا احتجاجات ضد هذا المشكل هذا اللي كيلحق بالساكنه ديال المنطقه. وشكرا.